في حادثة ملفتة فوجئت الأوساط الرسمية في الولايات المتحدة بتعليق التصريح الأمني للمبعوث الأمريكي إلى طهران وخضوعه للتحقيق. تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن المبعوث روبرت مالي منح إجازة غير مدفوعة وأنه يخضع للتحقيق في مزاعم عن إساءة التعامل مع وثائق سرية، بينما يعمل الدبلوماسي أبرام بالي كمبعوث خاص بالإنابة إلى إيران ويقود عمل وزارة الخارجية في هذا المجال. في أول تعليق له على الحادث قال مالي إنه تم إبلاغه بأن تصريحه الأمني قيد المراجعة ولم يحصل على أي معلومات إضافية، متوقعا انتهاء التحقيق بشكل إيجابي ومشددا على استعداده للتعاون الكامل في هذا الأمر. على ضوء هذه المتغيرات أكد مسؤول أمريكي أن مالي بقي في وظيفته لفترة من الوقت بعد تحقيق وزارة الخارجية، إلا أنه لم يسمح له بالوصول إلى معلومات سرية خلال تلك الفترة، وشدد على أن مالي يبقى المبعوث الرسمي الخاص إلى إيران رغم الظرف الحالي. قضية إبعاد مالي من عدمه قد تسعد البعض وتزعج آخرين، إذا صوره معارض الاتفاق النووي مرارا على أنه متعاطف مع طهران، فهو يعتبر أحد مهندسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد أوباما وألغاه ترامب، واليوم يتهمه المشرعون الجمهوريون في الكونغرس بأنه ضمن فريق بايدن الذي يسعى لاستعادة الاتفاق النووي بأي ثمن كان. أما في سياق تبديد المخاوف من تعثر المحادثات غير المباشرة مع إيران، فقد أكدت الولايات المتحدة أن العديد من المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض يعملون على هذه القضية وأنها لن تتأثر بغياب السيد مالي. للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن السيد كينيث كاتزمان، كبير الباحثين في مجموعة صوفان وكبير المحللين لشؤون الشرق الأوسط لدى دائرة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي. أهلا بك سيد كاتزمان. يعني أي نوع من الوثائق السرية قد يكون السيد روبرت مالي قد أساء التعامل معها؟ نعم، الحكومة الأمريكية لم تصدر أي تفاصيل عن طبيعة الوثائق التي اشتبه في أن السيد مالي قد تداولها بشكل غير صحيح. في كثير من الأحيان قد تكون هذه الحالات يأخذ مثلا المسؤول الوثائق إلى البيت ويتركها في منشأة غير مؤمنة مثلا في أحوال، وربما تحدث وأفشى ببعض التفاصيل الواردة فيها المجال، وأن المعلومات لم تكن مفترض أن تنشر لمسؤول معين إلى أن نحصل على التفاصيل الحقيقية. من الصعوبة بمكان أن نعرف على وجه الدقة ما الذي اشتبه أو ربما في أنه فعله بشكل غير صحيح. ولكن في العموم هل تبدو حالة شبيهة بالحالة التي عليها الرئيس السابق ترامب ويخضع للتحقيق بسببها؟ لا، هذه قضية مختلفة بالنسبة للسيد ترامب، فأن الرئيس السابق من حقه أن ينشر بعض المعلومات، وقد يكون بالإمكان أن السيد ترامب قد كشف عن بعض المعلومات وعن سريتها، لكن قضية مالي هي مشابهة لقضايا أخرى شهدناها على مستويات أدنى في البيروقراطية في الحكومة الأمريكية، وليست هذه أول مرة يحدث فيها شيء من هذا القبيل. وأحيانا يتم تسوية مثل هذه الأمور ويعود المسؤول إلى منصبه والعمل، وأحيانا يبعد المسؤول. نحن نعرف في هذه الحالة. طيب، يعني علق تصريح الأمني للسيد روبرت مالي وأيضا منح إجازة غير مدفوعة، ماذا يعني ذلك في عرف الإدارة الأمريكية؟ هل هو إجراء مؤقت أم يعني الإدانة طالما أنه أعلن؟ لا، هذا الأمر يتوقف على ما يجري التحقيق بشأنه وعلى نتائج التحقيقات. هذا يعتبر هذا انتهاك جسيم في كثير من الأحيان، فهذا المسؤول يتم إبعاده وإزالته من منصبه ولا يعود للقطاع الخاص أو ماث، ويحل شخص آخر محله في بعض الأحيان الأخرى، يكون أمرا غير خطير ويتم تسويته. وقال السيد مالي أنه سوف يتم تسويته بشكل إيجابي لصالحه إلى أن نستمع إلى شيء مختلف. هذه الكلمات التي سمعناها والتصريحات التي ينبغي أن نبني تحليلاتنا عليها. طيب، في سوابق مماثلة ربما في السابق، هل تعني الإقالة تلقائيا
أن يعلن مثل هذا الأمر في وسائل الإعلام؟ كلا، لا يعني ذلك. كانت هناك حالات في الماضي يتم إعادة المسؤولين إلى مناصبهم بعد الإجابة على أسئلة تتعلق بتداول المعلومات والوثائق. ليس أمرا، ليس شيئا تلقائيا على الإطلاق أن يعود لمنصبه أو لا. طيب، السيد روبرت مالي يتهم من قبل أعضاء جمهوريين في الكونغرس بأنه متعاطف مع طهران باعتبار أنه أحد صناع الاتفاق النووي في العام 2015، وما يزال حتى الآن يسعى لإحياء هذا الاتفاق. هل لهذا أي مغزى في سياق ما حدث للسيد روبرت مالي؟ لا، كلا، لا أعتقد ذلك. لقد كان قرار مثيرا للجدل، لم يكن في واقع الأمر مثيرا للجدل أن إعادة الاتفاقية النووية حينما جاء السيد بايدن إلى السلطة، وكان أصبح أكثر إثارة للجدل بسبب أفعال إيران، وأنا أشير بيعهم إلى المسيرة إلى روسيا التي استخدمت ضد المدنيين الأوكرانيين لقصف المباني والمنشآت المدنية ومحطات الطاقة والمنشآت البنية التحتية المدنية. هذه الأفعال من جانب طهران كانت مثارة جدل، وأدت إلى أن الرأي العام يتجه ضد إيران ويتجه ضد أي توصل لاتفاق مع إيران. وهناك رأي سائد الآن في واشنطن أن ربما الولايات المتحدة بحاجة لأن تعيد النظر في أفعال العسكرية وعملياتها ضد إيران. إيران من وجهة نظري قد أخطأت خطأ كبيرا ببيع هذه الأسلحة إلى موسكو، والآراء عن إيران معارضة لها تماما، وأي تقديم تنازلات لإيران قبل أن تبيع هذه المسيرات إلى موسكو. طيب، يعني في حال أدين السيد روبرت مالي، ما طبيعة التأثيرات المتوقعة على موضوع المفاوضات مع طهران؟ تعلم أن هناك مفاوضات سرية تجري الآن أو مفاوضات غير مباشرة بشأن إطلاق سراح السجناء وما إلى ذلك، وربما لاحقا إحياء الاتفاق النووي. هل سيتأثر هذا الأمر باعتبار الخبرة التي يملكها مالي؟ المفاوضات النووية، مالي لم يكن الشخص الوحيد المشارك في تلك المفاوضات، هناك راك مكاك وآخرون شاركوا في هذه المحادثات غير مباشرة والمحادثات الرسمية لاستعادة الاتفاقية النووية العام 2015. هذه المفاوضات ماتت منذ سبتمبر الماضي، وليس هناك رغبة أو قوة دافعة في الإدارة لإحياء المحادثات رسمية لاستعادة اتفاقية 2015. كما قلت بأن الكثير من تغيره في وجه الرأي العام هو ضد استعادة تلك الاتفاقية بسبب بيع إيران للأسلحة والمسيرات إلى موسكو وقمعها لحريات وحقوق المرأة. وإذا هو الإضرابات ضد الأفراد الأمريكيين، القوات العسكرية الأمريكية في سوريا. هناك عوامل كثيرة أدت إلى تحول الرأي العام ضد التعامل مع إيران بشكل رسمي. السيد داكنث كاتسمان، كبير الباحثين في مجموعة صفن وكبير المحللين لشؤون الشرق الأوسط لدى دائرة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي، شكرا جزيلا.